لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن تمادي المشركين في غيهم وضلالهم وعدم اكتراثهم بذنوبهم التي أسلفوها وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة، يعني لا يكترثون بما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، قال مجاهد من الذنوب، وقال غيره بالعكس، يعني ما بين أيديكم هو القيامة وما خلفكم من الذنوب، قال غيره بالعكس، يعني ما بين أيديكم الذنوب وما خلفكم القيامة لعلكم ترحمون، أي لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويؤمنكم من عذابه. وتقدير الكلام أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه، اكتفى عن ذلك بقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي على التوحيد وصدق الرسل، إلا كانوا عنها معرضين، أي لا يتأملونها ولا ينتفعون بها. وقوله إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين. قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا من الفقراء، أي قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه، أي هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه، فنحن نوافق مشيئة الله فيهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي في أمركم لنا بذلك. قال ابن جرير ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم فقال لهم إن أنتم إلا في ضلال مبين، قال وفي هذا نظر، يعني كأن الله قال للكفار إن أنتم إلا في ضلال مبين. الظاهر أنه من تكملة كلامهم، يرون أن من أمر بالشرع ورفض الاحتجاج بالقدر على ترك الشرع في ضلال، يميلون إلى الجبر، يزعمون أن الشرع لا يلزمهم طالما أن هناك قدر، وهذا من أضل الباطل، هذا من أبطل الباطل، أن يترك الشر احتجاجا بالقدر، بل يعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا يجادل بهذه الحجج الشبهات يعني إلا المبطل، يعني إلا أهل الباطل
لأنهم لا يفعلون ذلك في أنفسهم، لا يقولون لو شاء الله لأطعمنا فلا يطلبون الطعام ويبقون في بيوتهم، بل يذهبون في البحث عن المكاسب وجمع الأموال وشراء الطعام، ولا يقولون لو شاء الله أن يطعمنا لأطعمنا. فلماذا تفعلون ذلك مع الفقراء؟ ثم يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قولهم متى هذا الوعد، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال الله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة، وهذه والله أعلم نفحة الفزع، ينفخ في الصور نفخة الفزع والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون. فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطولها ويمدها، فلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتا وهي صفحة العنق، يتسمع الصوت من قبل السماء، ثم يساق المولودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار تحيط بهم من جوانبهم، فلا يستطيعون توصية، أي على ما يملكونه، الأمر أهم من ذلك، ولا إلى أهلهم يرجعون. وقد وردت هنا آثار وأحاديث ذكرناها في موضع آخر، ثم تكون بعد هذا نفخة الصاق التي تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم، ثم بعد ذلك نفخة البعث، على طريقة ابن كثير أنه يجعل النفخات ثلاث، بينهما مسافة، بين الفزع والصاق مسافة، وبعض ما أهوال القيامة المذكورة في الكتاب والسنة يجعلها بين الفزع والصاق، وليس كذلك، بل كما ذكر يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا فيصعقون، وليس أنهم يساقون إلى النار، يساقون إلى المحشر بالنار، هذه النار التي تطرد النار إلى محشرهم قبل القيامة، يعني يعيشون وينتقلون والنار تطردهم، تخرج من قارعة تطرد النار إلى تطرد الناس إلى محشرهم. لكن الأدلة على أن الساعة تقوم والصاق يحصل والناس يتبايعون ويطوي أحدهم الثوب ويرفع لقمته إلى فمه ولا يستطيع أن يصل إليها ويريط حوض إبله، فليس هذا بعد نفخة الفزع بلا شك، إنما لا يستطيعون توصية لأنهم أخذوا، لأنهم ماتوا بالصعق، ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يرجعون إلى أهلهم لأنهم قد قبضوا. الله أعلم. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره وإذا قيل لهؤلاء المشركين بالله المكذبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم احذروا ما مضى بين أيديكم من نقم الله ومثلاته بمن حل ذلك به من الأمم قبلكم أن يحل مثله بكم بشرككم وتكذيبكم رسوله. اتقوا ما بين أيديكم ما مضى من الأمم ممن كفر يصيبكم مثل ما أصابهم بذنوبكم بما أسلفتم من الشرك بما مضى منكم من الشرك وما خلفكم، يقول وما بعد هلاككم مما أنتم لاقوه إن هلكتم على كفركم الذي أنتم عليه لعلكم ترحمون ليرحمكم ربكم إن أنتم حذرتم ذلك. احذروا عاقبة ما أسلفتم من شرككم وتكذيبكم وما بين أيديكم
احذروا عاقبة ذلك كما نزل بمن قبلكم وما خلفكم، يعني القيامة. يقول ليرحمكم ربكم إن أنتم حذرتم ذلك واتقيتموه بالتوبة من شرككم والإيمان به ولزوم طاعته فيما أوجب عليكم من فرائضه عن قتادة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وقائع الله في من خلا قبلهم من الأمم وما خلفهم من أمر الساعة. المجاهد ما بين أيديكم قال ما مضى من ذنوبهم. هذا القول قريب المعنى من القول الذي قلنا، لأن معناه اتقوا عقوبة ما بين أيديكم من ذنوبكم، اتقوا عاقبة عقوبة وما خلفكم مما تعملون به من الذنوب ولم تعملوه بعد، فذلك بعد تخويف لهم العقاب على كفرهم. كثير يقول وقال مجاهد ذلك وقال غيره عكسه، مع ان هناك كلام قتادة مثل كلام مجاهد. ما خلفهم من امر الساعة كما قال مجاهد، وما تأتيهم من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين. يقول تعالى ذكر وما تجيء هؤلاء المشركين من قريش آية، يعني حجة من حجج الله وعلامه من علاماته على حقيقة توحيده وتصديق رسوله، إلا كانوا عنها معرضين لا يتفكرون فيها ولا يتدبرونها فيعلموا بها ما احتج الله عليهم بها. فإن قال قائل وأين جواب وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم، قيل جوابه وجواب قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم قوله إلا كانوا عنها معرضين. يعني إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم أعرضوا، إذا جاءتهم آية أعرضوا. يقول لأن الإعراض منهم كان عن كل آية لله، فاكتفى بالجواب عن قوله اتقوا ما بين أيديكم، فاكتفى بالجواب الجواب له عن إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم عن قوله، عن جواب قوله اتقوا ما بين أيديكم وعن قوله ما وما تأتيهم من آية، اكتفى بالجواب بالخبر عن إعراضهم عنها لذلك، لأن معنى الكلام وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وخلفكم أعرضوا، وإذا أتتهم آية أعرضوا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله. يقول تعالى ذكر وإذا قيل لهؤلاء المشركين بالله أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم فأدوا منه ما فرض الله عليكم فيه لأهل حاجتكم ومسكنتكم. قال الذين أنكروا وحدانية الله وعبدوا من دونه للذين آمنوا بالله ورسله أنطعم أموالنا وطعامنا من لو يشاء الله أطعمه. لذلك سأتنهم قيل لهم إذا قيل لهم أعطوا للمسلمين تضيق الظهر أنهم أمروا إعطاء الفقراء والمساكين عموما، وإن كان أكثر أتباع الأنبياء من الفقراء. هل هم مخاطبون بالشريعة حتى ما يقولون فرض الله عليكم، مخاطبون بها أن يؤدوها بشرطها أن يؤمنوا ويفعلوا ذلك. إن أنتم إلا في ضلال، وفي قوله إن أنتم إلا في ضلال مبين وجهان، أحدهما أن يكون من قيل الكفار للمؤمنين، فيكون تأويل الكلام حينئذ ما أنتم أيها القوم في قيلكم لنا أنفقوا، قل ما أنتم أيها القوم في قيلكم لنا أنفقوا مما رزقكم الله على مساكينكم إلا في ذهاب عن الحق وجور عن الرشد مبين لمن تأمله وتدبره أنه في ضلال. سبحان الله، يعني أوضح الباطل يقولوا
يعني انهم يقولون ذلك يجعلون الحق الواضح ضلالا مبينا، تفاوت افهام البشر ونظراتهم. يقول: وهذا اولى وجهيه بتاويله، ان ده من كلام الكفار للمسلمين، والوجه الاخر ان يكون ذلك من قيل الله للمشركين، فيكون تاويله حينئذ: ما انتم ايها الكافرون في قيلكم للمؤمنين أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إلا في ضلال مبين، عن أن قيلكم ذلك لهم ضلال. معاناة الاحتجاج بالقدر على ترك الشر جبرية. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يقول تعالى ذكره ويقول: هؤلاء المشركون المكذبون وعيد الله والبعث بعد الممات، يستعجلون ربهم بالعذاب، متى هذا الوعد؟ أي الوعد بقيام الساعة إن كنتم صادقين أيها القوم. وهذا قولهم لأهل الإيمان بالله ورسوله، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. يقول تعالى ذكر ما ينتظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا صيحة واحدة تأخذهم، وذلك نفخة الفزع عند قيام الساعة. عن عبد الله بن عمرو قال: لو انفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى إن الثوب لا يكون بين الرجلين يتساومان، فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور، وحتى إن الرجل لا يغدو من بيته فلا يرجع حتى ينفخ في الصور، وهي التي قال الله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تهيج الساعة بالناس، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يصلح حوضه، والرجل يقيم سلعته في سوقه، الرجل يخفض ميزانه ويرفعه، وتهيج بهم وهم كذلك فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون. قال ابن زيد: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. قال: النفخة نفخة ونفخة واحدة. كيف واحدة وهي وهم اثنين أو ثلاث؟ كل واحدة في بابها واحدة. نفخة الصاق التي أولها فزع كما نقول نفخة واحدة طويلة لا تحتاج إلى تثنية لصعقهم، بل هي واحدة في الصاق، أولها فزع وآخرها صاق كما ذكرنا، والثانية نفخة القيام واحدة أيضا في القيام. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة: يا رسول الله، هو الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: أنفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله، ويأمره الله فيديمها ويطولها فلا يفتر، وهي التي يقول الله: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق فيقول: أنفخ نفخة الصعق، فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فإذا هم خامدون، ثم يميت من بقي، فإذا لم يبق إلا الله الواحد الصمد بدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ثم يزجر الله الخلق زجرة، فإذا هم في هذه المبدلة
في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في باطنها كان في باطنها وما كان على ظهرها كان على ظهرها. حديث ضعيف انقطع. قرأ ذلك بعض قراء المدينة وهم يخصمون بسكون الخاء وتشديد الصوت في الزني وهم يخص، يبقى لازم يديها حركة، وهم يخصمون. وقرأ ذلك بعض المكين والبصريين وهم يخصمون بمعنى يختصمون. وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة يخصمون. وقرأ ذلك آخرون منهم يخصمون، يفعلون من الخصومة. قراءة مشهورة معروفة في قراءة قراء الأمصار. فلا يستطيعون توصية، فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في الصور أن يوصوا في أموالهم أحدا ولا إلى أهلهم يرجعون. يقول ولا يستطيع من كان منهم خارجا عن أهله أن يرجع إليهم، لأنهم لا يمهلون بذلك ولكن يعجلون بالهلك. عن قتادة ولا إلى فلا يستطيعون توصية أي فيما أيديهم فيما في أيديهم ولا إلى أهلهم يرجعون، قال أعجل عن ذلك. قال ابن زيد هذا مبتدأ يوم القيامة. وقرأ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون إلى قوله إلى ربهم ينسلون. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.